بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القادر العظيم الجاه، على آله وصحبه وسلم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، على آله. عشاء نجم الجماهير في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من نجم الجماهير مع أسطورة اليوتيوب أنكل أبو المعاطي زكي. صباح الخير عليكم، صباح المونديال، صباح النصر. نتمنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى يفرح المصريين بالتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر الشقيقة بإذن الله تعالى في 2022. نهاردة أولى مباريات منتخب مصر أمام أنغولا، نتمنى التوفيق بإذن الله تعالى للمنتخب الوطني. هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي، لكن اللي أنا عاوز أتكلم فيه الآن هو تفاصيل ما جرى بيني وبين مع المستشار عادل الشربجي حول نظر التظلم الخاص بالنادي الأهلي نظر التظلم الخاص بالكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا في هذا الأمر. عندي جديد وعندي تفاصيل قالها لي مع المستشار عادل الشربجي. واحد، ركز معايا عشان تعرف اللي بيحصل وإيه اللي بيجرى، عشان ما تجيش بعد كده تقول يا أنكل أبو المعاطي ده ما حصلش، ده ما جراش، ده مش عارف إيه. واحد، أن لجنة التظلمات لن تنظر في تظلم نادي الزمالك قبل مرور 10 أيام، خاصة أن اللوائح والقانون منح نادي الزمالك تقديم التظلم خلال 10 أيام. 2، أنه سبق لنادي الزمالك في واقعة خطيرة وغير مسبوقة إعلان أنه تظلم من عقوبة إمام عاشور وزملائه في موضوع فريق الشباب مواليد 99، وثبت باليقين أن نادي الزمالك لم يتقدم بالتماس لرفع العقوبة عن إمام عاشور، وبالتالي هياخد وقت. 3، أن نهاية الأسبوع أن تشكيل اللجنة فيما يخص بقى الحكم، تشكيل اللجنة بتضم معالي المستشار عادل الشربجي راجل رئيس محكمة نقد سابق، 2 معالي 2 مستشارين رؤساء محكمة استئناف، يعني بيتخذوا قرارات بالحبس وبالسجن وبالإعدام وما إلى ذلك، وبالتالي لن يقبلوا بأي حال من الأحوال وصاية من أحد. واثنين أيضا من لجنة الاستئناف هم نواب لرئيس محكمة النقض، وبالتالي يرفض معالي المستشار عادل الشربجي ما يردده بعض المسؤولين في اتحاد الكرة خلسة وخفية ولنا نحن الإعلاميين من وقت إلى آخر، حول أن العقوبة ستخفف من 8 شهور إلى 3 شهور. وأكد لي المستشار عادل الشربجي أنه لا يجرؤ لأحد كائنا من كان في اتحاد الكرة أو في مصر أن يتدخل في قرار لجنة الاستئناف. وأكد لي أنه على مدار 30 سنة عمل فيها داخل لجنة الاستئناف والتظلمات في اتحاد الكرة مع شخصيات عظيمة مثل سيادة اللواء حرب الدهشوري، المرحوم الكابتن سمير زاهر، المهندس هنا بوريدة، الأستاذ عمرو الجنايني، الأستاذ عصام عبد المنعم، الأستاذ أحمد مجاه. على مدار 30 سنة قال محدش قدر يعرف أنا هعمل إيه ولا قراري إيه ولا نيتي إيه، فبالتالي ما يتردد الآن حول إصدار قرار من لجنة الاستئناف بتخفيف العقوبة هذا الأمر غير صحيح بالمر، ولا أساس له من الصح، وأنه على مدار سنوات طويلة تعامل مع شخصيات عظيمة داخل اتحاد الكرة زي الأستاذ سيف زاهر دلوقتي اللي بيتابعنا على اللايف، عمره ما حد عرف قراره إيه، وبالتالي يحق نادي الزمالك الاستئناف خلال 10 أيام، وهو لن ينظر في تظلم نادي الزمالك إلا بعد مرور 10 أيام. وأكد لي المستشار عادل الشربجي إن هو وارد يتقدم شيكابالا نفسه، يقدم الزمالك نفسه تظلم باسم شيكابالا، ووارد يقدم حازم إمام نفسه تظلم باسم حازم إمام بجانب التظلم اللي مقدمه نادي الزمالك، خاصة وأن هناك واقعة شهيرة ومسبوقة أن الزمالك لم يتقدم بتظلم فيما يخص إمام عاشور، وكانت وقتها فضيحة بجلاجل وحصل هجوم، ولحد ما حد من المسؤولين في اللجنة في نادي الزمالك تواصل مع مستشار عادل الشربجي وقال له كفاية بقى، إحنا حدث عندنا خطأ إداري، وتحدى أنذاك المستشار عادل الشربجي الجميع بأن هو
يجيبوا ما يثبت أن الزمالك تقدم بتظلم. الإمام عاشور أنه سيأخذ جلسة على الهواء مباشرة، وكان ذلك في حوار مع خالد الغندور على الهواء مباشرة. فعشان كده قال أنا هنتظر العشر أيام، قرار صدر الأحد تنتهي المدة، مدة التظلم يوم الثلاثاء. وقال بالطبع إحنا دلوقتي في نهاية الأسبوع، بكرة خميس وجمعة، فده ويك إند، فالناس في اتنين من معالي المستشارين في لجنة التظلمات خارج القاهرة، قال لي مش هجيبهم من خارج القاهرة، أقول لهم تعالوا ننظر. فقال لي هنبدأ عمل من الحد إن شاء الله، نبدأ نشوف الورق إيه، الدنيا بيحصل فيها إيه اللي بيجرى. لكن قال إن أنا مستقل غاية، مستقل غاية مما يتردد في وسائل الإعلام ومما انفردت به أنت أيضا يا أستاذ أبو المعاطي، أن العقوبة سوف تخفف إلى 3 أشهر. ليه؟ ليه غضبان وليه زعلان وليه متضايق؟ لأن قالك ما فيش حد يقدر يعرف بقرار، ولا حد يقدر يقول لنا اعملوا ايه، ولا احمد مجاهد يقدر يوجهنا، ولا اي حد كان يقدر يوجه. احنا ناس قضاة منتخبين، خلي بالك، من الجمعية العمومية. لجنة التظلمات منتخبة من الجمعية العمومية وليس من معينة. قال لو انا معين يقدر الصبح يمشيني الاستاذ احمد مجاهد لو انا قلت قرار على غير هواه، لكن انا منتخب وبقالي 30 سنه بانتخب رئيسا للجنه التظلمات وفي لجان اتحاد الكره، وراجل ليا وضعي في مجال القضاء، ومعي ايضا 4 مستشارين عظام، وبالتالي لن نعلن وما يتردد عن تخفيف العقوبه امر باطل. ما تحطوناش في حرج وترددوا كلام اي حد بيقوله في المسؤولين في اتحاد الكره. قلت له والله يا سياده المستشار أنا أول واحد بيكلمك من وسائل الإعلام المصرية والعربية، سواء على مواقع السوشيال ميديا أو المواقع الرياضية أو القنوات التلفزيونية، وعشان كده لازم هقول الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لإظهار الأمر أمام الرأي العام، لأن إحنا لازم نقول للرأي العام إن يا جماعة خلي بالكو الكلام ده غير صحيح بالمرة، ما نمشيش وراء بعض المسؤولين الذين يشعرون بالحرج الشديد جدا 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 مما تعرضوا له في من غضب جماهيري حوالين العقوبة اللي هي 8 شهور، خاصة بعد تصريحات المستشار إيه؟ المهندس أحمد مجاهد عن إن هو يعني لم يسب ولم يشتم وما إلى ذلك، وإن الموضوع قال له يا أهلاوي بس. فقال لي معاه المستشار عادل الشربجي أنه سوف ينظر في كل الأدلة المتاحة لديه لبحث هذا الأمر. نشوف الأول اللي حصل، اللي جرى، الحيثيات التي استند إليها قرار الإيقاف لمدة 8 شهور وتوافق ذلك مع اللوائح. يعني إيه؟ أنت قلت كذا حصل لك كذا، عملت كذا سويت كذا، لكن مش معنى إن القرار صدر إنه هو القرار منزل من السماء، ولا معنى إن التظلم اتقدم معناها تخفيف العقوبة، معناها تخفيف العقوبة. وارد أن تستمر العقوبة كما هي نظرا لعدم وجود مبررات مقنعة للجنة في هذا الإطار. فبالتالي حواري مع المستشار عادل الشربجي على الصبح كده، على الصباح الجميل ده، صباح الأربعاء، صباح أول مواجهة لمصر في مشوار التأهل إلى كأس العالم بإذن الله تعالى أمام أنجولا، أكد لي على هذه الأمور. فضلت أن أنا أخرج وأقولها لكم، نعيدها تاني. 1، لا أحد يمكنه معرفة القرار. 2، من الخطأ ترديد معلومة أن القرار سيخفف. وطالبنا أنا قال لي يا أنكل أنت ما تقولهاش، قلت له أنكل يا معلم المستشار، يعني أنا بأنكل بالنسبة لك، فبس خلاص بقى هو لقب يعني كده، إيه بقى بيغني عن أي لقب آخر. فخلاص أنا من النهاردة مش هقول أبدا 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 أن العقوبة اتحاد الكرة ينتهي تخفيف العقوبة، لأنه وضح لجنة الاستئناف دي 5 أضاعة تاولة. فما قال لي وارد يتلغي القرار خالص، وارد يتثبت، وارد يتخفف. هنشوف الأول الحيثيات إيه، الحيثيات إيه. انت بتقول أخبار وشوبير بيقول الأخبار، طب وإيه يعني؟ ما كابتن شوبير لازم يقول ورقة طبعا، يعني كابتن شوبير هيلاقي رئيس تحرير زي أنا بنفرد بالمعلومة وهو بيتابع بيتأكد منها كده. فكلنا بنجتهد، كلنا بنجتهد، كلنا بنجتهد، كلنا بنجتهد، اللهم صل على سيدنا. فهنا محدش يستبق القرار، وانا عن نفسي مش هستبق الحكم. وما رددوا او ما يزيعوا بعض المسؤولين في اتحاد الكرة عن تخفيف العقوبة لتهدئة الشارع وتهدئة الغضب الزملكاوي، لان جماهير الزمالك تشعر بالحزن الشديد جدا جدا جدا. قال لك الراجل قال له يا اهلاوي توقف 18، امال قال له لو قال له يا اهلاوي يا ابن كذا هيعمل ايه؟ هياخد اعدام؟ رغم ان حيثيات القرار في إصارة الجماهير وفي تكرار إصارة الجماهير وفي السب وفي التجاوز اللفظ وفي الاحتكاك، كل دي تؤدي إلى عقوبات جنح، مش عقوبات إيقاف من اتحاد الكورة.
لكن كلام احمد مجاهد ده انطباع للشارع المصري ان هو ما حصلش حاجه وان العقوبه ديت ظالمه. خلي بالك ما فيش حاجه دلوقتي اسمها لجنه مسابقات، في حاجه اسمها اداره مسابقات. اداره المسابقات دي يعني ايه؟ يعني موظفين متعينين في اتحاد الكوره، مش ناس زي ما كانوا بيجوا كده. لجنه المسابقات دي تمثل انديه بنبقى فيها خمسة ستة، ده في مرحله من المراحل كان فيها عبد الله جورج عضو مجلس اداره الزمان. المباراه النهارده هتتذاع طبعا، اون سبورت خدت كل الماتشات. فاللي انا بتكلم فيه ان المستشار عادل الشرباجي يرفض تماما ترويج نغمه تخفيف العقوبه، قال حتى لو يصدم الشارع، قال خلي بالك في امام عاشور كله قاعد يقول ويعيد وفي الاخر طلع مفيش تظلم. فانا هنتظر ربما يتم اللجنه القانونيه في نادي الزمالك تنتبه الى اي امر وتقدم تظلم باسم اللاعب او تقدم تظلم باسم شيكابالا وباسم حازم امام، هنا يبقى هنشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. لكن بكل الاحوال وفي كل الامور انه لا صحه اطلاقا لما يروجه مسؤولين في اتحاد الكره في حواراتهم معنا ان العقوبه سوف تخفف الى الايقاف 3 شهور، وان هذه الامور غير محسوبه ولا يستطيع احد ان يتكهن بها من اتحاد الكره او غير اتحاد الكره او غير اتحاد الكره. فبالتالي الامر ده رفضه جملة وتفصيلا مع المستشار عادل الشرباجي اللي هو رئيس اللجنة. بالمناسبة رئيس يعني هو في اللجان من 30 سنة بيحترم كل الناس، وقال لازم الاول هشوف سبب العقوبة ايه والقرار له اسبابه، ايه مسبباته اللي خلاك تاخد 8 شهور ما خليتش تاخد 10 ولا تاخد 6، وايه البنود اللي انت اعتمدت عليه، وايه التقارير اللي انت استندت اليها في اتخاذ هذه العقوبة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا. قال ان احنا هنبدا من يوم الاحد القادم باذن الله تعالى نطلع على الورق ونبدا نقرا، ثم ممكن نقعد ناخد القرار في جلسه، ناخده في جلستين، ناخده في 3، حسب وقت الساده المستشارين وحسب ظروفهم، حسب وقت الساده المستشارين وحسب ظروف. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. النهارده في حدث جميل وهو ان مصر لاول مره وفي أول مباراة لها تواجه أنجولا اليوم في افتتاح تصفيات كأس العالم، ثم تواجه الجابون يوم 5 سبتمبر بإذن الله تعالى في الجابون. يغيب عن المباراة النهاردة 3 من النجوم الأساسيين والركائز الأساسية لمنتخب مصر، وهم أسطورة كرة القدم في القرن 21 كابتن محمد صلاح. ده واحد هيبقى من الأساطير، هيخش معايا أنا وكابتن محمود الخطيب بما حققه من نجاحات على المستوى العالمي. ويغيب أيضا اللاعب المهذب الراقي الذي تشعر به داخل الملعب وتشعر بتأثيره وقمة في الأخلاق وقمة في الأدب، وهو محمود حسن تريزيجيه. كما يغيب أيضا محمد النني نجم خط الوسط ولاعب نادي أرسنال اللي عمال يعني نتائجه في الدوري الإنجليزي وحشة جدا 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 مع أرتيت. الغيابات دي هتكون مؤثرة، لكن تشكيل منتخب مصر كما تسرب لنا من المسؤولين في الجهاز الفني غالبا سيكون أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه أحمد حجازي نجم اتحاد جدة، والونش محمود حمد الونش نجم نادي الزمالك، والاتنين دول كانوا الصمام الأمني والأمان للمنتخب الأولمبي في دورة طوكيو. باك ليفت أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، باك رايت باهر المحمدي. في الباك رايت طبعا خرج أكرم توفيق للإصابة في الحاجب، وخرج عمر جابر لإصابته بوعكة صحية، وتم استدعاء الكابتن أحمد توفيق بدلا من شقيقه أكرم توفيق للتواجد مع المنتخب، لكن اللي يلعب في الباك رايت باهر المحمد. خط الوسط فيه 2 من الركائز الأساسية لمنتخب مصر وللأهلي والزمالك في خط الوسط، وهما كابتن طارق حامد وكابتن عمرو السلية. أمامهم الثلاثي الخطير محمد مجدي قفشة، أفضل صانع ألعاب في الدوري المصري حاليا ونجم النجوم في النادي الأهلي بأداء ومستواه يرتفع ترمومتر الأداء أو ينخفض، وعلى يمينه حسين الشحات اللي هيلعب النهاردة مكان محمد صلاح، وعلى شماله أحمد سيد زيزو وبيعملوا الشيفتنج طوال المباراة الثلاثة. وفي الهجوم مهاجم منتخب مصر الأول والافضل اخلاقا وسلوكا واداءا، وهو كابتن محمد شريف. وبقول ده لان ما ينفعش اللي عمله مصطفى محمد يروح من نفسه كده لبوردو ولا في كلام ولا في مفاوضات. وحسين بلبيب امبارح كشف المستور كله في حواره التلفزيوني، وبالتالي يعني انت عندك مباراتين مهمتين، رايح مع نفسك كده تقول لي رايح بوردو وما يتمش تفعيل العقد مع نادي الزمالك ويبقى انت بتضيع على منتخب مصر تواجدك في هذا الامر؟
بيلعب محمد شريف في هذا المركز. كل التمنيات والأماني بإذن الله تعالى بفوز منتخب مصر على أنجولا وعلى الجابون والتأهل الأول في هذه المجموعة. بعد العشر مجموعات بيبقى فيهم أوائل، هيتم قرعة وتلعب يعني ذهاب وإياب، وبالتالي الفائز يتأهل، الخمس منتخبات يتأهلوا إلى كأس العالم بإذن الله تعالى في قطر. المباراة دي للأسف شيء جدا الشارع المصري لا يشعر بأهميتها، نظرا لأن الإعلام انشغل واهتم بما هو خلافات وأزمات كروية وليس بما هو يعني فني. وكمان حسام البدري موت المنتخب، كان مفترض بتعمل مؤتمر لإعلان أسامي المحترفين ومؤتمر لإعلان أسامي المحليين وتبقى في مباراة ودية قبلها، لكنه يعني طوال الفترة الماضية جي أجمعوه عنابو أو جي أجمعوه مانيو وما فيش لعبوه خالص. وبالتالي نتمنى المنتخب مصر بإذن الله تعالى يبقى فيه تكاتف حوله، كلنا نعيش هذا الحلم. لأول مرة البطولة ستكون في دولة عربية، سهولة الحضور الجماهيري لجماهير الكرة المصرية في قطر بإذن الله تعالى، خاصة بعد اللقاء أو القمة التي عقدت في بغداد وحضرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر، والعلاقات السياسية في تحسن مستمر، والزملاء والأصدقاء في قطر يؤكدون أن هناك انفراجات رهيبة والحياة عادت إلى شبه طبيعتها قبل الخلافات السياسية. وبالتالي نفسنا بقى يبقى احنا بنلعب في قطر، الجمهور يبقى حاضر في الملعب ونستمتع بالكاس العالم في قطر ومنتخب مصر موجود. عيب قوي 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 تبقى البطولة في دولة عربية ومصر مهد كرة القدم الإفريقية والعربية تبقى مش موجودة. فعشان كده نتمنى أن يكون هناك مزيد من الدعم للمنتخب الوطني. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. لحظة. يا عم الله يكرم، يا عم الله يبارك فيك. يا حبيب ربنا يكبر بخاطر كهربا يا أنكل، كل الناس بتقول طالع عار. والله يا جماعة أنا عاوز أتكلم في موضوع كهربا. أنا أول حاجة بحب محمود كهربا جدا، ووالده صديق عزيز الحاج عم منعم، وكنا على طول أنا والحاج عم منعم بنتقابل في السيدة نفيسة العلوم من وقت للتاني وبنقعد هناك وكلام بالشكل ده. لكن بعد بقى إغلاق الأضرحة بسبب كورونا وإغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرة ما بقاش في الفرصة إن إحنا نتقابل. الحاج عم منعم راجل محترم، وكهربا راجل محترم، وأسرته أسرة محترمة، وربنا يمتع الست الوالدة بألف صحة وعافية ويشفيها ويبارك لهم جميعا يا رب. لما أنا قلت الخبر بتاع الإعارة بقول بناء على معلومة، هو أنا يعني كنت أعرف منين إنه هو اتعرض على سموحة؟ ما أنا لازم أعرف، ولازم في أمور ما بشرحهاش، في أمور ما بحبش أشرحها. يعني انفردت معاك بخبر حسام حسن، اعرف ان انا كنت على التفاصيل. ده انا قلت لك حسام حسن قاعد دلوقتي مع امير توفيق وهو انور شلوف. لازم تبقى انت فاهم ان الخبر كان بالطبخ وانا على الخط وانا متابع، وان اتعرض كهرباء على سموحه وسموحه اعتذر. وامبارح سات اللي هو اشرف نصار رئيس مجلس اداره البنك الاهلي مع كابتن مجدي عبد الغني قال احنا ميزانياتنا لا تحتمل محمود عبد المنعم كهرباء وطاهر محمد طاهر في الاعاره، يعني احنا ناس على قدنا. ده البنك الاهلي اللي بيقول كده. فلما تيجي تقول لي الاعاره، ايوه يا عم، هتقول لي كابتن شوبير يتكلم في الموضوع. وانا لما بتكلم في الموضوع وانا بتكلم في الموضوع ده لان دي معلومه ستكون حديث مصر، ما ينفعش اقول معلومه وتطلع غلط. ليه؟ لان انا بحترمكم وبحترم كل الناس اللي بتتابعني، والناس اللي بتتابعني دي هي رصيدي، واثقه فينا وبتتابعنا وعارفه ان احنا بنجيب المعلومه الصحيحه، وعارفه في نفس الوقت ان احنا ما فيش هوا جوانا. ده لو الهوا جوانا يبقى الهوا لصالح اللاعب. ولو هتلاحظوا في المباراه الاخيره كنت بقول يا جماعه الخير كهربا على موسيماني ان يسيبه في الملعب، كهربا يحتاج، عنده رغبه في الاصرار، عنده رغبه في اثبات الذات، سيبوه في الملعب، الراجل عاوز يعمل حاجه. لكن وكنت بدعمه. طاهر محمد طاهر كنت لما كان بيكشر كنت بقول الدنيا هتمطر، وانه ينافس الكابتن احمد عيد عبد الملك في التكشيره والتبويزه وتصدير الطاقه السلبيه. فقلت الكلام ده، لكن مش معنى كده ان انا اللي هاخد القرار. انا اتمنى ان كهربا يبقى نجم النجوم ويبقى كده مكسر الدنيا، وزعلان ان هو مش موجود في منتخب مصر. لكن مستر بيتسو موسيماني هو اللي ما ادالوش الفرصه الكامله في الفتره الماضيه، وفي نفس الوقت كهربا بذل اقصى ما لديه وعنده انضباط داخل وخارج الملعب في الشهور الاخيره وبعد وقعه موسيماني وبعد وقعه سيد حافظ كبيره جدا. لكن كنا بنسمع كلام من النادي الاهلي، ما انت بتحس بالناس يقول لك لا يعني شكله مش هيكمل.
يعني ممكن يطلع إعارة. طب هتبيعه؟ لا مش هنبيعه. ماشي، فهيروح فين؟ هيجي منين؟ هنشوف الفترة المقبلة اللي فيها. لكن كل التحية وكل الاحترام لمحمود عبد المنعم كهربا كصديق غالي وأخ أصغر ورجل نتمنى له التوفيق والإبداع مع كرة القدم المصرية ومع النادي الأهلي. طيب، وأنا بكلمك دلوقتي كنت بقالي شهور بقول إن حمد النقاز جاي نادي الزمالك، والكابتن فاروق جعفر كان بيشتغل ينفي اللي أنا بقوله، كان بيشتغل ينفي اللي أنا بقوله، ونافى كثيرا جدا موضوع حمد النقاز. ليه؟ لأن حمد النقاز مرة وصفه فاروق جعفر أنه لاعب سلة، طلع رد عليه، طلع رد عليه. فلما طلع رد عليه بقى في حاجة في النفس، وإحنا بشر، وكابتن فاروق جعفر ملك النص، ودايما كل لما حاجة بتعدى عليه وبتوجعه ما بيفوتهاش. فهو اللي كان شغال نفي في موضوع حمد النقاز. امبارح الكابتن حسين لبيب بيعلن مع خالد الغندور ان حمد النقاز سيعود الى القاهرة خلال يومين للتفاوض على الانتقال لنادي الزمالك. يا استاذ محمد عثمان، هي عثمان بالصاد ولا بالفاء؟ ماشي، السوبر الافريقي اتأجل لشهر ديسمبر، كان في 24 سبتمبر، والكاس اتأجل، لا اللي كده شم نفسه ولعبته تريح. يبقى احنا هنا لما كنا بنقول حمد النقاز جاي كان قرار غريب لجماهير نادي الزمالك العظيم. ليه؟ يقول لك ده ماشي بمشكله وماشي بازمه، ازاي يرجع بالسهوله دي؟ طب والغرامه اللي حصل عليها والحكم اللي حصل عليه ابو 1,200,000 يورو هيعمل فيه ايه؟ امبارح حسين لبيب رئيس النادي شخصيا يعلن مع خالد الغندور ان حمد النقاز سيكون في القاهره خلال يومين او ثلاثه للتفاوض على العوده الى نادي الزمالك، وان كل شيء سيتم تسويته. كنت انا بقول لك وقتها ايه؟ ان قيمه الغرامه هتتحط على العقد، هتتحط على العقد. وقلت لك، قال برضو امبارح حسين لبيب حته انصفت انكل ابو المعطي زكي اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البحار، قال ايه؟ قال لك فيما يخص اشرف بن شرقي اتفقنا على كل شيء، لكن يتبقى بند لن اوافق عليه. ايه البند ده اللي انا قلته لكم طوال الفترة الماضية؟ بند احقية اشرف بن شرقي في فسخ التعاقد اذا تأخرت مستحقاته المالية لأي فترة زمنية، رغم ان القانون بيمنحه حق الفسخ بعد شهرين، بس لها اجراءات ولها حكايات ولها روايات. هو هنا حسين لبيب امبارح قال لك ايه؟ مش هوافق على البند، اتفقنا على كل شيء بس باقي بند. وانا قلت لك انهم اتفقوا اظن على 5 مليون يورو ولا 4.5 مش فاكر، وعلى 3 سنين، على 5 مليون يورو على 3 سنين. ماشي، فهنا بس هو اشرف بن شرقي قال لهم حطوا لي بند ان لو ما خدتش فلوس اتاخرت يحق ليا فسخ التعاقد، وده قلته لكم، فبياكدوا رئيس نادي الزمالك. طيب عاوز مني ايه لما المعلومه اللي اقولها لك ياكدها المسؤولين؟ طيب انا لما بقول لك الكلام ده قبل كل الناس يا قلبي، قبل كل الناس، هدفي ايه غير ان انا استمتع بممارسه العمل الاعلامي وبالانفراد الصحفي وبالعلاقه الطيبه بيني وبين الجماهير التي تساندنا وتتابعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وفي عالم ما وراء البحار. بقول لك المعلومه الناس كلها بتاكدها بعد انكل ابو المعاط بما فيها رئيس نادي الزمالك اهو. يبقى انت تيجي تقول لي يا اسطوره اليوتيوب منور الدنيا، اقول لك تسلم يا حبيب قلبي، ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء. طيب قلنا بن شرق، عبد الله السعيد، قال امبارح انا قلت لك ان عبد الله السعيد اول واحد فتح معاك كلام في الانتقال لنادي الزمالك هو حسين بيك لبيب. امبارح حسين بيك لبيب بيقول لك سالوا خالد الغندور هل في اهتمام بعبد الله السعيد؟ قال له ايوه في اهتمام. طيب وانا بقول لك دلوقتي ان عبد الله السعيد مش جاي. ليه؟ لان الفاتوره الماليه ضخمه، عنده بقى له سنتين ب 50 مليون في بيراميدز، وله 8 مليون متاخرين يبقى 58 مليون، هيجي نادي الزمالك هيتنازل عن ال 8 مليون عشان يجي نادي الزمالك. طب هياخد ايه من نادي الزمالك؟ 11 و11 10 و10، يعني مش هياخد، هياخد اقل من ايه؟ من تلت مستحقاته لدى بيراميدز في العامين المقبلين، ماشي، او تلت مستحقات. فده اللي هيجيبه جاي يبحث عن الشعبيه والمجد. ده انت جاي متاخر 3 سنين، لو كان جه من 3 سنين فاتوا 2018 ساعه الصوره ام 40 مليون جنيه كان يبقى مؤثر مع نادي الزمالك. لكن اجيب لعيب عنده 36 سنه يعتزل في نادي الزمالك، يعتذر في نادي الزمالك. موضوع النجوم ده ظن في اول كومنت يا جماعه، ليه في اول كومنت اللي متثبت فوق؟ موضوع النجوم ده متثبت فوق، عرفت ان النجوم دي بيتم ارسالها لدعم
انقل ابو المعاطي زكي، او لو احنا قلنا استفتاء يعني فيبقى النجوم معبره عنه، وان كل واحد من اليوزرز له عدد من النجوم، ولو خلصت النجوم ديت يمكنه انه يشتري نجوم. موضوع كده انا لسه فاهمه امبارح، فبالتالي اللي عاوز يبعت نجوم اتشرف لو هو عنده، لكن انا يشتري بقى دي ده قراره هو، يعني ده قراره هو، ده قراره هو. الله عليك والنبي لازم اقول اسمك، متابعك من الكونغو محمد الحسين. بص يا محمد انا مصدق انك انت في الكونغو، عارف ليه؟ لانه قريب لسه مقابل بالصدفه اربع مهندسين في شركه المقاولين العرب في غانا، فقالوا لي بنتابعك من هناك والله. فانا مصدقك يا حاج محمد يا حسيني او يا باشمهندس انك بتتابعني من الكونغو. وبعدين ايه، انت راجل محترم، قلت بتابعك من الكونغو. ساعات الاقي ناس ايه يقول لي بنتابعك من المالديف، اقول له ده تلاقيك في شبرا زنجا يالا، يا ده تلاقيك في شبرا بخوم ولا شبرا زنجا ولا شبرا اليمن يالا، وعمال تقول لي بتتابعني من المالديف. لما اخش معاه في حوار على الفيسبوك بعد الموضوع ده ياكد له انه في المالديف وينقل لي لايف حي وحاجات بالشكل ده. فحبايبي في كل مكان، من المالديف الى الكونغو الى غانا الى استراليا وماليزيا ونيوزيلندا وكوريا ايضا والمكسيك اللي فيها سامر مرتضى نجم المحله الكبرى اللي عايش هناك. طبعا نجم المحله الكبرى هو محلاوي يعني، وانا غرباوي وبفرح طبعا باهالينا اللي هم بيبقوا عاملين سمعه كويسه وطيبه للمصريين في جميع انحاء العالم. طيب ايه تاني؟ ارد على اسئله حضراتكم في هذا الصباح الجميل. متابعينك من الاقصر لبنى عمر، اهلا بيك يا ست لبنى منوره. من الاقصر الفاتحه لسيدي ابو الحجاج الاقصري. في صفقات تانية للاهلي ولا كده خلاص؟ لا في، ما نقدرش نقول كده خلاص، لان الراجل وهو مسافر عنده نوايا لبعض الامور. وديانج انا قلت لك ديانج وارد انه يمشي قبل يوم 8 سبتمبر، من هنا لحد 8 سبتمبر، وده كان في اتصال بالامس مع صديقي العزيز ورئيس لجنة التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي مستر امير توفيق. واحد بيقول لي بتابعك من هندوراس، لا دي ما صدقهاش بقى. اللي هندوراس اللي هيوديك هندوراس يا عم انت؟ لا 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 لا، قول لي انت بتعمل ايه في هندوراس، استنى ما اجيب اسم. بيقول لي بيتابعني من هندوراس يوسف الاهلاوي. يوسف صورتك دي تقول انك انت في كوم الشقافة، الصورة دي تقول انك انت في كوم الشقافة، ما تقوليش هندوراس. علاء مدخور من السعودية، ده علاء. وفي كابتن علاء مدخور طبعا في الامارات ابو ظبي، صديقنا العزيز والاعلامي. عموما انا بتشرف بكل الناس، بس اول مرة حد يقول لي انا بتابعك من هندوراس. اكيد بقى هيجي بقى من نيكاراجوا واوروجواي وباراجواي وكده. انا بسعد بكل الناس اللي بتتابعنا وبتشرف بيهم، وبحب دايما ان انا اسعدهم بالاخبار والانفرا. متابعك من العاصمه الاداريه محمد فوزي. الله على العاصمه الاداريه والله على العالمين، وربنا يخلي لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات اللي موجوده والطرق اللي بتتعمل والكباري والمباني والشقق اللي في كل مكان اللي بتتعمل للشباب. معاك من الكويت ومتابعك مصطفى النحال، اهلا بيك يا استاذ مصطفى. سلامه حجاجه اهوت، وانا من القاهره وبتابعك حازم طارق، ربنا يكرمك يا حازم. انت ونصرة عبد المجيد، متابعك من دمنهور. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. دمتم في امان الله، سلام عليكم.